اش غادي نقول لك بالنسبه للتعديل الحكومي والحكومه الجديده؟ كما كتعرفوا الشعب المغربي كامل اللي كان كيتمنى تعديلات تكون في المستوى، يكونوا ناس ديال الكفاءه، ناس ديال الميدان، ولكن خيبه الامل، خيبه ديال الشعب المغربي على ان من مول الشوكولات ولا وزير ديال الشبيب والرياضه وديال الفلاحه، من ولا واحد كان خدام عند السي اخنوش ولا وزير، من واحد كان خدام عند مات اخنوش ولا تا هو وزير، من واحد كان كيشطح على رقصه هو ولا وزير، ام الاغنيه ما خدا وسام، ما خدا حتى شي وظيفه. كنا كنتمناو اصحاب الكفاءات، وكما كتعرفوا فين كانوا الاضرابات هما اللي كانت التعديلات، ولكن كان الاضراب ديال الطلبه ديال الطب والممرضين والممرضات، بدلوا الطبيب، بدلوا الوزير، وزير ديال الاطباء، وزير ديال الطب بدلوه، بدلوا وزير التعليم، لانه كما كتشوفوا الاستاذ تسلخ، الاستاذ تهان، الاستاذ عاش الاضرابات على داكشي داو التعديل في هذه الوزاره ديال الصحه، وزاره التعليم. ولكن كان على الاقل عاوتاني كما كتشوفوا دوك الاضرابات ديال الطلبه ديال المحاماه والمحامون، على ان بغاو وهبي حتى هو يمشي بحالاته، الشارع المغربي كان كامل كيترقب ان السي وهبي غادي يمشي بحالاته، ولكن كتشوفوا باللي ماشي ذوي الاختصاص. من كيجي لك واحد عنده شركه ديال الشوكولاط وديال الفاني ديولي وزير، من كتشوف واحد كان خدام في المجال ديال البيع والشراء عند السي مات اخنوش حتى هو ولا وزير، من كتشوف واحد كان خدام حتى هو في التسيير التجاري ولا وزير وماشي في نفس الاختصاص، هادشي العابات بالشارع المغربي ما بقينا نفهموا والو. من ولا واحد كان كيشطح في المهرجانات ولا ما عرف المهرجان ديال الحزب ولا ديالاش، حتى هو وزير منتدب، الكل اللي كيتبع وكل شيء كيضحك على هذه الحكومه. وكنا كنتمناو ان يكونوا نشوفوا ناس، حتى الوزير العالي للتعليم، الوزير العالي للتعليم كان وقف واحد عميد ديال واحد الكليه، ولا هو اللي ولا وزير، والوزير الميراوي مشى بحالاته. هذا الشيء ما كيبشرش بالخير بالنسبه للحكومه هذه، رغم ان الناس كانت كتقول باللي غادي تكون شي وزاره بزاف، غادي شي سبعه ديال الوزاره ولا ثمانيه فيها الكفاءات ذوي الاختصاص ذوي المهام ذوي المهنه، انه غادي يبشروا بالخير وباللي غيكون كلشي فرحان، وباللي كلشي غادي يقول باللي هاد التغيرات الجذريه وكل كان كيترقبها وكلشي كان كيتكلم عليها من مده هذه 3 شهور ولا شهرين، كيقولوا باللي هاد الحكومه ما غادي تستمر. ولكن من واحد عاوتاني محكوم بسنتين واقفه التنفيذ حتى هو ولا وزير، حتى هذه معضله. من كتشوف الحكومه اللي جلها كل حزب فيه برلمانيين في الحبس، وبرلمانيين موقوفين، برلمانيين معزولين، وزارة مشدودين، برلمانيين في الحبس وباقيين متابعين قضائيين متابعين في القضاء، يعني هذا الشيء لا يبشر. كنا كنتمناو حنا كشعب مغربي، كنا كنتمناو، لأنه كنعرفوا الوقيته اللي كيكون شوية الفساد في الحكومة، الوقيته اللي كيتشد واحد من الحكومة إلا وكتكون الإقالة الجماعية وتشكيل حكومة جديدة مع الإضرابات ديال الطلبة ديال الطب، مع الإضرابات ديال الأساتذة، مع الإضرابات ديال المحامون، مع هاد الزيادة، مع هاد الشيء اللي واقع في البلاد ديال بزاف ديال الخروقات، ما حتى شي حاجة ما كانت بالنسبة لنا جديدة، حتى شي حاجة ما تزادت مع هاد الحكومة الجديدة، وزراء منتدبين. ما يمكنش ان وزاره حكومه فيها ما عرفش شنو هو باش ينقصوا من المهام، باش ينقصوا من المسؤوليه، لانه ناس واخا كيتعينوا في المسؤوليه ما كيأديوا حتى شي دور، ما كيقوموا بحتى شي حاجه، ما كيعطيوا حتى شي اضافه، غا الخساره ديال الفلوس، الميزانيه ديال الدوله، الخزينه ديال الدوله، وماشي شوف ما بقات لا كفاءه لا حتى شي حاجه. دوم عمل ديال الشوكولات
ولا وزير، من كنشوفوا واحد عنده حامين ديال الحبس موقف التنفيذ ولا وزير، من كنشوفوا واحد كان كيبيع ويشري في التجاره ولا تا هو وزير، ماشي في التجاره ماشي في الاقتصاد، ماشي غادي يعطينا شي حاجه للبديل بالنسبه لهذه الحياه الكريمه ديال المواطن المغربي اللي كيعيش في الازمه والمشاكل والمواد الغذائيه، الزياده ديال المواد الغذائيه، الزياده ديال الاسعار في الخضار في الفواكه في الدجاج في اللحم. كما كتعرفوا باللي اللحم اللي وصل 120 درهم في عهد اخ النوش، باللي المازوط وصل 14 و13 درهم في عهد اخ النوش. وحنا ما الحاجه الاهم وهي اننا كنعتقدوا باللي هذه الحكومه بما انها فيها ناس دخلوا للحبس الا وخصها تستقل هذه الحكومه، ناس فيها ناس. واش من كنشوفوا باللي في الحزب ديال السي اخ النوش اللي كيحكم هذه البلاد هذه اللي كيحكم هذه الحكومه اللي عنده الحكومه واللي كيسير هذه البلاد، السيد الملياردير معاه في الحزب ديالو ناس في الحبس، واش هذا ما يستحقش انه خصو يمشي في حالته ويستقل؟ جات تعيينات وجات وزراء منتدبين، هذه الزياده ديال الخزينه هذه غضيع ديال الفلوس ديال الخزينه ديال الدوله، ما يمكنش انه نتقبلوا هذا الشيء اللي واقع في البلاد. ما يمكنش نشوف وزير في الحبس من الحكومه ديال السي اخ ولا مسؤول كبير معاه في الحزب ادخل بالنصب والاحتيال مشدود في الحبس، معتقل، الحراسة النظرية ديال البوليس، الشرطة القضائية كتحقق معاه، وممكن تقبل هذه الحكومة هذه؟ ما يمكنش نتقبلها. ماش غادي نقول لك تعديلات دون المستوى بالنسبة لي كمواطن مغربي، كنت حاجة وحدة تقليل المهام، لأنه أي واحد ولا أي وزير ولا أي وزير منتدب إلا الخزينه ديال الدوله هي اللي كتضيع، الاموال هي اللي كتضيع، ولكن لا رقيب ولا مراقبه لا حاسب لا محاسبه. غادي نقول لك وزاره دون الكفاءات، وزاره دون المستوى، مسؤولين ما رغم الحاجه الوحيده اللي كنطلبها وكنكررها وهو الله يعطي الصحه للملك ديال البلاد محمد السادس نصر الله، لانه هو كنتمنى ليه الصحه وكنتمنى من المغاربه كنتمنى من المغاربه وهذا طلبي، طلب انه محمد السادس ترجع ليه الصحه ديالو، ترجع ليه الصحه، لانه بالنسبه ليا هذه الحكومه لا تبشر بالخير. وهذه التعيينات الجديده وهاد المسؤولين الجدد وهاد الوزراء المنتدبين بالنسبه ليا ماش فيهمش الكفاءة وما يقدروش يسيروا البلاد وما يقدروش انهم يعطيو شي حاجة إضافة للبلاد، وما يمكنش انه حتى شي حاجة ما يمكن انه يضيفوها، لأنه بالنسبة ليا تضيع تمثيلية كوميدية مسرحية بالنسبة لهاد الأشخاص هادو اللي توظفوا في واحد المهام لأنهم ما يستحقوهاش. وباك صاحبي ديال الأحزاب، أصدقاء الحزب، مساعدي الحزب اللي كيعاونوا الحزب ماديا بالشيكات، كيبانوا ليا اما كو كانوا خلاو الحكومه بدون وزاره تم غادا هكذاك، ربما كون عاد التعديل هذا ومع هاد الوزاره الجديده ومع هاد المسؤولين الجدد ومع التغيرات الجديده بالنسبه ليا ما كاين والو وما غنشوفوا والو وما غادي يعطيو والو. وكما كتشوفوا الكل كيتكلم بخصوص الناس المتبعين الشأن ديال المغرب، الناس المهتمين بالسياسة في المغرب، إلا وكيقولوا باللي هاد التعديل ما كانش في المستوى وباللي باك صاحبي هي اللي كاينة في هاد البلاد هادي.